منصف علوش يقول لك قانون المساواة في الميراث بشرب الحاجة حميدة ما زلت متشبثة به؟ ما زلت على الاخر اكثر من قبل، كل يوم نزيد. المجتمع اللي ما يضربش الأبوية في الصميم ما يتطورش من حتى ناحية. احنا نحكيه على الأبوية، مش نحكيه على معركة أخرى، احنا نحكيه كيفاش في البلاد هذه. سمعت رئيس الجمهورية يقول المسألة هذية ضد الدين والنص واضح، وخرج رئيس الجمهورية يقول هكا. شو كان موقفك وانت تسمع وانت؟ أنا قلت لا، رجل هذا أخي ويحكم في باليش مش يحكم لنا بالنص الواضح. في بالي النص الواضح الوحيد اللي هو طلع به هو الدستور. انت شنو حسيت كبرش بالحاجة حميدة نهارك؟ مش مستغربتش راهو ياسر، اما فهمت اللي هو ما نجمش يقدم حتى شيء للبلاد من نهارتها. بيا بريكي تقول لك خليك صريحة بشر، جاوبني، اللي تمارس فيه عبير تعتبره أخلاقي عادي باهي؟ كيفاش توصف؟ أنا أغزر ساعة الأوصاف هذه الأخلاقية كل ما عنديش. ما فما نحكي على الأخلاق السياسية، مش نحكي نحكي على الاتيكا الأخلاقيات. أنا الناس كل تعرف لي أنا ما عندي حتى مش نحكي على الأخلاق، نحكي على الاتيك بش الأخلاقيات. أيوة أنا شخصيا من الناس اللي ما تعجبنيش بكل تصرفاتها.